السلام عليكم. المحاضرة الأولى من درس التشريح Human Anatomy. عندنا تعريف الأناتومي. Anatomy is the study of structures of the body. علم التشريح هو دراسة التراكيب اللي يتكون من أتها الجسم. Gross anatomy. ما معنى gross anatomy؟ deals with those structures that can be seen without a microscope. يعني يتعامل مع التراكيب اللي يمكن أن نشوفها بدون استعمال الميكروسكوب. ليش احنا دنعرف أو دنقول أكو شيء اسمه gross anatomy؟ لأن أكو فرع آخر من الأناتومي اسمه الهيستولوجي، علم الأنسجة. هو بالحقيقة فرع من علم التشريح. نقول عليه هيستولوجي، علم الأنسجة، أو نسميه الاسم الآخر هو مايكرو أناتومي، لأن هو أيضا يدرس تراكيب الموجودة في جسم الإنسان، لكن هذه التراكيب أي تراكيب يدرسها؟ التراكيب اللي ما تقدر العين المجردة أن تشوفها. فذاك الوقت نستخدم إحنا المايكروسكوب ونقطع أنسجة جسم الإنسان إلى شرائح رقيقة ونحطها على سلايدات ونفحصها تحت المجهر بطبعا قوات، يعني اكو بالمجهر قوة مختلفة من صغيرة الى كبيرة. وين هذه الستركتشرز اللي تكون لنا بالحقيقة النسيج نفسه؟ يعني جسم الانسان مكون من اجهزة، هذه الاجهزة مكونة من اعضاء، والاعضاء متكونة من انسجة، يعني طبقات من الانسجة. من نوصل الى هذه المرحلة؟ احنا اذا نريد ندرس هذه الطبقات ما راح نقدر نميزها بالعين المجردة، لذلك نضطر نحطها تحت الميكروسكوب ونفحص هذه الطبقات النسيج من شو المتكونة، يعني راح ندخل إلى تفاصيل الدقيقة اللي هي الخلايا. The anatomical position. معنى anatomical position هو أنه احنا من راح نجي ندرس التشريح يجب أن نتفق على وضعية معينة لجسم الإنسان، على أساسها نبدي ندرس هذا الجسم. الوضعية اللي نسميها anatomical position، يعني الوضعية التشريحية للجسم اللي راح ندرسه، المفروض يكون احنا معتبرين الشخص هو standing erect، يعني واقف بشكل يعني عدل. خلينا نقول الarm by the side، الarm على السايد، يعني مو شايلها لي فوق ولا محانيها، بهالطريقة لازم تكون موجودة. والهاند فيسينج فورورد، يعني البالم اوف ذا هاند، راحت اليد اتجاهها راح يكون عندنا فورورد الى الامام. هذه نسميها الوضعيه التشريحيه اللي على اساسها راح ندرس جسم الانسان. تيرمز بلينز اوف ذا بودي، احنا لغرض تسهيل عمليه الدراسه العلماء قسمونا جسم الانسان عن طريق مستويات، مثل هذا المستوى، هذا الأزرق، هذا اللي تشوفوه يعتبر مستوي. هذه المستويات هي طبعا imaginary plane، مو حقيقية، فقط تسهل علينا عملية وصف للجسم الإنسان. فعندنا عدة planes، منها الميديان أو الساجيتال plane. ميديان يعني وسطي، هذا هو واللي هو هذا نفسه نسميه ميديان plane أو ميديان ساجيتال plane أو ساجيتال plane. Divide the body into equal right and left halves. هو يمر بالمنتصف عفوا، طبعا يكون عمودي vertical، ويمر بالجسم في المنتصف، يقسم جسم الإنسان إلى right and left halves. الكورونال plane، هذا هو الكورونال plane اللي هو نفسه هذا موجود هنا. Coronal plane are vertical plane at right angles to the sagittal plane, divides the body into anterior and posterior parts. يعني هو عبارة عن مستوي عمودي على المستوي الأول، يعني عمودي على الميديان sagittal plane، راح يقسم لي الجسم الإنسان إلى anterior، anterior يعني أمامي، و posterior part، posterior يعني خلفي، أسميه coronal، coronal يعني تاجي، sagittal يعني سهمي. والبلين الآخر اللي هو هذا نسميه horizontal plane، وبعض الأحيان نسميه transverse plane.
اللي هو يكون عندي أفقي. Any plane at right angles to the other two planes divided the body into superior and inferior parts. هو عبارة عن أي مستوي يكون عمودي. طبعا يعني هذا احنا راسميه هسه بالنص، لكن هو ممكن أن يكون مرتفع إلى الأعلى وممكن أن يكون عندي منخفض إلى الأسفل، ويقسم لي جسم الإنسان إلى جزئين، علوي superior وسفلي اللي هو الانفيرير جزئين. عندي أيضا مصطلحات أخرى اللي هي anterior. من أقول anterior and posterior are used to indicate the front and the back of the body respectively. يعني تشير الانتيرير تشير والposterior هي عبارة عن مصطلحات تشير إلى الأمام والخلف. anterior يعني أمام، posterior يعني خلف. طبعا هذا الحكي على شنو؟ بدنا نحكي على جسم الإنسان. أيضا عندي مصطلح يستعمل يعني في نفس الوقت، خلينا نقول اللي هو proximal and distal. proximal هو يعني الشيء القريب، distal هو الشيء البعيد. Are terms generally applied to the position close to or away from the body. Close to يعني قريب، away يعني يكون عندي بعيد. For example, the wrist is proximal to the finger but distal to the elbow. يعني الرسغ هذا الجوينت، الرسغ رسغ اليد، أقول من أوصفه أريد أوصفه أقول wrist is proximal to the finger but distal to the elbow. يعني يكون عندي قريب من الأصابع لكن هو بعيد عن المرفق. مصطلح أو مصطلحات أخرى هي superficial and deep. represent the relative distance of the structures from the surface of the body. superficial يعني سطحي، deep يعني عميق. هي تمثل المسافات يعني خلينا نقول نسبية للأعضاء اللي هي تكون عندي نسبية المن نسبة إلى the surface of the body. يعني مثلا من أوصف أجي أقول the skin اللي هو الجلد يكون عندنا superficial موجود بالطبقة السطحية، لكن من أجي أقول عندي البون أوصف البون أقول عندنا deep. البون يعني اللي هو أقصد العظم راح يكون عندي موجود ديب في العمق، وهكذا. أقول مثلا المصل العضلة بالنسبة لوضع البون العضلة تكون عندنا superficial بالنسبة للبون، ولما أوصف العظم راح يكون عندي ديب بالنسبة لل عفوا المصل. terms أخرى اللي هي superior and inferior قبل شوي قلناها represent levels relatively high or low with reference to the upper and lower ends of the body. يعني أيضا هو عبارة عن المستوي يعني اللي خلينا نقول نسبي اللي من أوصف شيء أقول هذا شيء superior أو inferior. طبعا بالنسبة لجسم الإنسان يعني superior يعني في الجهة العلوية والinferior في الجهة السفلية. هذا الشيء طبعا من نحكي احنا superficial وdeep anterior posterior مو فقط بالحقيقة البودي، حتى الأعضاء من أجي أوصف يعني مثلا دارد أوصف الستومك المعدة أقول هي عندها anterior surface و posterior surface يعني سطح أمامي وسطح خلفي. أجي أوصف الكلى أقول بها superior يعني pole و inferior pole، جهة عدها علوية وجهة سفلية، وهكذا لكل الأعضاء وكذلك لجسم الإنسان. The terms internal and external are used to describe the relative distance of structure of a structure from the center of an organ or cavity. ال internal داخلي وال external خارجي. نستعمل هذا المصطلح حتى نوصف المسافة خلينا نقول شنو يعني مسافة نسبية بالنسبة للستراكتشر. من أوصف ستراكتشر معين أقول عليه مثلا هذا موجود بالسنتر فراح يكون عندي internal أقول عليه internally، أو هذا ستراكتشر موجود بالخارج خارج الأورجان أو خارج الكافيتي. الأورجان أقصد به العضو، الكافيتي معناه به التجويف.
يعني ستراكشر معين عندي، تركيب معين، هذا التركيب أريد أوصفه، هل هو في داخل هذا العضو أو الفراغ زين أو بالخارج، فأقول عليه external أو internal. For example, internal carotid artery. Internal داخلي، داخلي carotid artery هذا عبارة عن شريان موجود داخل تجويف السكال، يعني داخل تجويف الجمجمة، فأسميه internal carotid artery. وأكو أيضا خارج السكال، خارج الكرينيال كافيتي، خارج تجويف الجمجمة، أكو عندي artery آخر، شريان آخر أسميه external carotid artery. internal لأن هو داخل التجويف، external لأن هو خارج تجويف السكال. تيرم آخر اللي هو أسميه ipsilateral وعكسه contralateral. ipsilateral refer to the same side of the body، نفس الجهة من الجسم. For example, left hand and left foot are ipsilateral. من أجي أوصف أحكي مثلا أقول أدي اليد والرجل على نفس الجهة، زين شو أقول على نفس الجهة؟ نفس الجهة كلمة أقول عليها ipsilateral، في نفس الجهة. إذا كانت كل واحدة على جهة أسميها contralateral، refer to the opposite side of the body، يعني اتجاه معاكس. مثلا دا أحكي على جندا، أحكي على الإيد الموجودة مثلا بالright side وعلى الرجل الموجودة بالليفت سايد، أقول عندي contralateral، كل واحدة من أتى باتجاه مخالف للأخرى. أيضا عندي مصطلح supine position و prone position. supine position of the body is lying on the back و prone position the body lying face downward. يعني شنو؟ يعني supine position من الشخص المريض مثلا يجي عندنا بالعيادة ونجي نقعد على الكرسي ويكون عندي الوضع مالته، أو حتى مو بس يعني طبيب الأسنان، الطبيب العادي لما يجي المريض والطبيب يجي قاعد على الشيزلونج يكون وضعه عادة الباك مالته داونورد، يعني خلينا نقول نايم والباك مالته على يعني نايم على ظهره، فهذا الوضع اللي هو الشخص من ينام على ظهره أسميه supine position. عكسه لما الشخص أقول له دير مثلا أريد أفحص ظهره فأقول له اندار خلي وجهك يصير إلى الأسفل، هذا أسميه prone position الفيس داونورد، يعني وجهك أقول له إلى الأسفل فكل جسمه راح يعني يديره وينام على بطنه. خلينا نقول يعني اللي ينام على ظهره هذا supine position، اللي ينام على بطنه prone position. terms of movement عندي مصطلح flex أو flexion وextend أو extension. الflex يعني bending، يعني من هذا الشخص شوف هذا أسوي ده يسوي flexion. flex to bend or make an angle، زين يسوي angle يسوي له زاوية، هذا flex يعني يطويها، خلينا نقول يطوي إيده أو يطوي رجله يسوي له flex أو flexion. والextend هي العكس، extend هي striating، يعني يكون عندنا يمدها الإيده أو يقوم يوقف على حيله، يعني الشخص من يقعد هذا إيش يسوي flexion، من يوقف على حيله ويكون عندي منتصب راح أسميه extension، أو حتى بالنسبة للإيد هذه بحالة الflexion يسوي لي زاوية، والextension لما نسويها مستقيمة أسميها extension مدها الإيده، هذا ثنى إيده وهذا مد إيده. أيضا مصطلح آخر اللي هو abduct to draw away from the median plane، والعكس abduct to move toward the median plane، يعني مثل هذه الحركة abduct أو abduction وعكسها adduction. abduction يبعدها عن الميديان بلين، ميديان بلين قلنا هنا أنا صغير ميديان ساجيتال بلين، abduction هو الإبعاد عن الميديان بلين، والadduction بالعكس يقربها من الميديان بلين. هذه تقريبا المصطلحات المهمة اللي راح نستعملها احنا خلال دراستنا للتشريح. الموضوع الآخر عندي anatomy of skin. The skin is the body's largest organ covering the entire body. السكين بالحقيقة يعتبر عضو، هو يعتبر أكبر عضو موجود في جسم الإنسان ويغطي كل الجسم. عنده function
وفانكشنز مهمة منعتها ريجوليت بادي تمبرتشر يعني ينظم درجة حرارة الجسم، ستورز ووتر اند فات يخزن الماء وكذلك يخزن الدهون، از اسنسوري اورجان يعتبر عضو حساس احنا نتحسس عن طريق الجلد، بريفنت ووتر لوس يمنع انه الماء نفقده من الجسم، والدليل على ذلك الشخص لا سمح الله من يتعرض إلى حرق والحرق يكون عندي قوي يقول لك خطية قام يفقد سوائل، وحتى لو مرات إذا كمية الحرق كبيرة الشخص يفقد حياته، يفقد حياته ليش؟ مو على مود الحرق، الحرق دا يعالجون به لكن ما يقدرون يسيطرون على السوائل اللي دا يفقدها الشخص، ليش؟ لأن طبقة الجلد انزاحت انحرقت والأعضاء التحت بدأت تظهر وهذه تبدي تفقد المي مالتها. أيضا عندي prevent any entry of bacteria يمنع دخول أي بكتيريا إلى الداخل، وأيضا عندي مثال على ذلك بالوضع الطبيعي ماكو واحد من عندنا يعني من يقوم من النوم يقعد يعقم جسمه كله، بينما إذا منطقة من الجسم انجرحت رأسا نشوفون إحنا نهتم بهذه المنطقة ومباشرة نروح يعني خاف عليها لتروح تتلوث ونروح نعقمها، ليش؟ لأنه الجلد هو المحافظ، الجلد هو يمنع دخول البكتيريا، البكتيريا هي موجودة 24 ساعة في الجو بالمكان اللي نقعد به أي شيء نستعمله هو بالحقيقة موجود عندي بكتيريا، هذه البكتيريا من يمنعها من الدخول إلى الداخل؟ السكن، من ينجرح السكن معناها صارت عندي فتحة تقدر منعت الفتحة حتى لو كانت هذه الفتحة صغيرة تقدر البكتيريا تدخل إلى الداخل، هذه أهم وظائف السكن. وطبقات السكن، the skin divide is divided into two parts, the superficial part, the epidermis, and the deep part, the dermis. هنا استعملنا لاحظوا superficial مع deep، هذه المصطلحات قبل شوية قلناها، superficial اللي هي راح تكون عندي epidermis والجزء اللي تحته راح يكون عندنا الدرمس، epidermis هي البشرة والدرمس هي الأدمة، epi مصطلح يعني هذا الإبي، كلمة إبي يعني فوق، epidermis يعني فوق الأدمة، يعني احنا باللغة العربية اكو مصطلحات نستعملها باللغة الإنجليزية من نريد نترجم راح تكون عندي يعني هي نفسها لكن هم يستعملوها بغير طريقة، يعني احنا قلنا نسمي الإبيدرمس نسميها بشرة زين والتحتها نسميها الأدمة، هم شي يسموها هم عندهم المصطلح الأدمة هو الرئيسي الأدمة والفوق البشرة يسموها إبيدرمس فوق الأدمة، الأدمة وفوق الأدمة. الأبيدرمس is a stratified epithelium whose cells become flattened as they mature and rise to the surface. شنو معنى هذا الكلام؟ stratified يعني متعدد، epithelium يعني طلائي، نسيج طلائي متعدد الطبقات. الأبيدرمس عبارة عن نسيج طلائي متعدد الطبقات. اللي السيل مالته كل ما ارتفعت الى الاعلى راح تبدي تنضج وتصير فلات، يعني بالبداية شوفوا هذا اللاين الاحمر الطوخ هنا راح تبدي الخلايا القاعدية اللي هي من عدها تتولد خلايا السكن، كل ما ارتفعت الطبقات طبعا الطبقة الخارجية راح تكون عندها عبارة عن طبقة متقرنة وخلايا ميتة دائما تكون عندي طبقة متجددة، تروح هذه الطبقة وتجي الطبقة اللي تحتها اللي تكون عندي بعدها النواة مالتها موجودة بها، عندما تموت الخلية النواة مالتها أيضا تفقد وبعدها تتحول إلى كيراتين وتتقشر هذه الطبقة، فالخلايا القاعدية راح تكون عندي تقريبا عمودية الشكل، كل ما ارتفعت الخلايا ونضجت راح تبدي تصير عندي فلات، يعني الطول مالتها راح ينقص إلى أن تصير عندي فلات. On the palms of the hands and the soles of the feet, the epidermis is extremely thick. في مناطق معينة هذا الأبيدرمس راح يكون عندي thick ثخين. وين أثخن المكانات هو براحة اليد وفي راحة الباطن يعني القدم، راحة اليد وباطن القدم هذه المنطقة تكون عندي الأبيدرمس مالتها نوعا ما thick. ليش؟ حتى withstand the wear and tears. يعني يقاوم الاحتكاك ويقاوم
التمزق اللي تتعرض له هذه المناطق. That occurs in these regions. اللي يحدث في هذه المناطق. In other areas of the body, for example, the anterior surface of the arm and the forearm, it is thin. يعني في مناطق أخرى من الجسم مثل الارم والفورارم، هي هذه هي الارم وهذه الفورارم، في مثل هذه المناطق من هذه الجهة، يعني الجهة الانتيرير اللي هي الأمامية مالتها، هذه المنطقة راح نلاحظ أنه الإبيدرمس راح يكون عندي very thin. وكذلك يعني بصورة عامة الجهة البطنية دائما thinner than the back. الطبقة الأخرى اللي هي dermis is composed of dense connective tissue، تتكون من نسيج رابط كثيف، شو نسميه، ثخين، dense ثخين عكس اللوز، containing many blood vessels, lymphatic vessels and nerves. تحتوي هذه، هي الطبقة، طبعا هذه الطبقة تكون عندنا متكونة من نسيج رابط، هذه تكون عندي طلائية قلنا متعددة الطبقات حرشوفية نوعيتها، وهذه راح تكون عندي connective tissue نسيج رابط يحتوي على blood vessels ولمفاتيك vessels عفوا and nerves، يحتوي على ال blood vessels، هذه هي ال blood vessels يعني ال arteries وال veins الشرايين والأوردة أوعية دموية يعني، ولمفاتيك vessels الأوعية اللمفاوية وال nerves اللي هي الأعصاب. It shows considerable variation in thickness in different parts of the bodies. يعني أيضا هذه المنطقة راح الثيكنس مالتها يختلف حسب الجزء الموجود به من البادي. Tending to be thinner on the anterior than the posterior surface. نفس الشيء بالانتيرير أو بالجهة البطنية راح تكون عندنا thinner يعني أرق من الجهة الظهرية. أيضا راح تكون عندي thinner in the woman than men. بالنساء راح يكون عندنا هاي الطبقة أرق من الرجال. Appendages of the skin are nails, hair follicles, sebaceous glands and sweat glands. Appendages هي الملحقات، يعني عندي بالسكن مكانات في تراكيب معينة اللي هي مثلا نسميها هذه طبعا ملحقات السكن، مثل عندنا النيلز اللي هو الأظافر، والهير فوليكلز البصيلات الشعر، وسبيشيز جلانز اللي هي الغدد الدهنية، والسويت جلانز الغدد العرقية. نجي على النيلز are keratinized plates يعني صفائح متقرنة on the dorsal surfaces، dorsal يعني ظهري، السطوح الظهرية، of the tip of the fingers and toes يعني هي عبارة عن صفائح متقرنة موجودة بالجهة الظهرية من يعني المنطقة العلوية من أصابع القدم واليد، أصابع اليد والقدم. Hairs grow out of the follicles. الشعر ينمو خارجا من البصلة، هذه هي البصلة وينمو من أتها، تنمو من أتها الشعرة. Which are invagination. Invaginations يعني انبعاج، انبعاج إلى الداخل. Invaginations انبعاجات، هذه المصطلح invagination، وعكس أكو evagination. Evagination إذا كان الانبعاج إلى الخارج، invagination هو الانبعاج إلى الداخل. انبعاج من منو؟ من طبقة الإبيدرمس into the dermis. طبقة الدرمس تنبعج إلى الداخل، تصل إلى طبقة الدرمس. Sebaceous glands pour their secretion, the sebum, onto the shaft of the hair. يعني هي تفرز their secretion الإفراز مالتها اللي نسميه سيبم، الإفراز مالت الغدة الدهنية، هذه الغدة الدهنية تفرز الإفراز مالتها على الشافت of the hair as they pass up through the neck of the hair. يعني عندما تخرج الشعرة إلى الخارج على النك يفرز الإفراز الدهنية، بحيث الشعرة تطلع وهي عليها زيت مزيدة. Sweat glands are distributed over the surface of the body except on the right margin of the lips and the nail beds. السويت جلانز هي عبارة عن الغدد العرقية موزعة على يعني سطح الجسم ما عدا في الريد مارجن
ريد مارجن هي نقصد بها الشفة العلوية والسفلية، وأيضا كذلك ما موجود عندي سويت جلاند في منطقة النيل بيدز، يعني منطقة اللي يقعد عليها الأظفر. These glands extend through the full thickness of the dermis and their extremities maybe lies in the superficial fascia. يعني هي ممتدة على طول الدرمس، السويت جلاند ممتدة على طول الدرمس وتصل النهاية مالتها إلى superficial fascia. هذه المنطقة أسميها superficial fascia أو ما يسمى بالsubcutaneous tissue، نفس المصطلح أسميه أما superficial fascia أو subcutaneous tissue. فنهاية الغدة العرقية تصل إلى السوبرفيشيال فيشيا. فيشيا، مصطلح فيشيا اللي هي قلنا الطبقة الموجودة تحت الجلد. Fascia of the body can be divided into two types: superficial fascia and deep. يعني عندي نوعين من الفيشيا: superficial سطحية وdeep عميقة. And lies between the skin and underlying muscles and bones. موجودة ما بين السكن من الأعلى ومن تحت، راح يكون عندي السكليتال مصل، عضلات الهيكلية وأيضا البونز العظام. Superficial fascia or subcutaneous tissue is a mixture of loose areolar and adipose tissue. يعني هي عبارة عن خليط من النسيج الخلالي وكذلك النسيج الدهني. بالحقيقة الطبقة الدهنية اللي نقول عليها تحت الجلد هي هاي نفس الطبقة نسميها superficial fascia. يعني الشخص البدين السمين الدهن مالته وين يتجمع؟ في طبقة اللي نسميها superficial fascia، موجودة تحت الجلد مباشرة. Tissue that unite the dermis of the skin to the underlying deep fascia. يعني هي تربط ما بين السكن من الأسفل وما بين الديب فيشي. Subcutaneous tissue houses large blood vessels and nerves. يمشي بداخلها مثل ما تلاحظون هنا large blood vessels and nerves، يعني الارتريز والفين، الأوعية الدموية الكبيرة تمشي داخل superficial fascia. This layer is important in regulation of temperature of the skin itself and the body. مهمة هذه الطبقة حتى تنظم لي درجة حرارة الجلد، كذلك عموم الجسم الإنسان تنظم درجة حرارته. أيضا هنا عندي the size of this layer varies throughout the body and from person to person. هذه مثل ما تعرفون أكو في مكانات من الجسم تكون عندي superficial fascia thin، وفي مكانات أخرى لازم تكون عندي thick، ومكانات أخرى راح تكون عندنا very thick. وأيضا تختلف من شخص إلى آخر. الشخص البدين يعني معناها superficial fascia مالته very thick، والنحيف على العكس من ذلك. آخر شيء عندني محاضرة هذا اليوم هي ما يسمى بالdeep fascia اللي هي راح تكون عندي membranous layer. deep fascia هي هذه الطبقة البيضة اللي تشوفوها على هذه مصل skeletal muscle، عضلة هيكلية تغلف بالdeep fascia. هذه المنطقة سميها deep fascia، حتى هذه المناطق كلها هذه عبارة عن deep fascia. is a membranous layer of connective tissue that invests the muscles and other deep structures. يعني هو عبارة membranous يعني غشاء، membranous layer طبقة غشائية من ال connective tissue من الأنسجة الرابطة. invest the muscle تحيط يعني إحاطة تامة بالعضلات and other deep structures وكذلك التراكيب الأخرى العميقة. في منطقة النك، النك يعني هي الرقبة، it forms well defined layers. يعني في منطقة رقبة الإنسان هذه الديب فيشيا راح تكون لي طبقات واضحة جدا that may play an important role in determining the path taken by the pathogen organism during the spread of the infection. يعني في طبقة طبعا هذه راح ناخذها بالمرحلة الثانية وبالتفصيل الممل. الديب فيشيا اللي موجودة في رقبة الإنسان اللي هي تكون layers، يعني طبقات، طبقة سطحية وطبقة عميقة، تقسم لي الرقبة إلى compartment، يعني مثل يعني خانات، خلينا نقول خانات. عن طريق هذه الفيشيا يمكن للباثوجين، الباثوجين يعني
أي شيء يسبب لي مرض وأي شيء يسبب لي التهاب، الالتهاب العفو، توفر له طريق. هذه الفيشة توفر له طريق حتى يعني شلون نقول ينتشر من خلاله الباثوجين. يعني عندي التهاب في منطقة معينة، هذا الالتهاب بالمنطقة النك ما يمشي بكيفه باتجاه إلى الأمام إلى الخلف، لا يكون عندي محدد بالديب فيشيا، هي تحدد اتجاه انتشار المرض أو الالتهاب. لهنا خلصت المحاضرة، وإن شاء الله تكونون يعني فهمتوها، ومن خلال اللقاء إن شاء الله اللي راح يصير هم نتناقش به، أي شيء ما واضح احنا إن شاء الله نشرح لكم إياه بالتفصيل الممل. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.